كلم أبوه بالحسنى وبالهدى نصحه، وكان رحيم القلب في كلامه نصحه. كلم أبوه بالحسنى وبالهدى نصحه، وكان رحيم القلب في كلامه نصحه. أنا خايف عليك دعا ربنا يسامحه. قال له الصنم لو كان بينفع كان حيا نفسه. قال له أنا خايف عليك دعا ربنا يسامحه. قال له الصنم لو كان بينفع كان حيا نفسه. مسجدش غير لله جواه إيمان خلاه. آدم الصنم واتجاه نمرود ملك جبار قال احدفوه في النار. ماذا استفدتم يا أصحابي مما رويته عليكم عن إبراهيم حتى الآن؟ قل يا حسان. عرفنا الإيمان الفطري الذي بدا على إبراهيم قبل أن يأتيه وحي ربه، والشجاعة الزائدة وقوة الإيمان، والثقة بالله. نعم يا أبنائي، علينا جميعا أن نثق بالله تعالى مهما زادت الشدائد والمحن، وألا نخشى في الله لومة لائم كما فعل أبو الأنبياء. ولكن كيف جاءت لسيدنا إبراهيم فكرة هدم الأصنام وتحطيمها؟ قل كل من عند الله. يا سارة، لماذا لا تأتون معنا للاحتفال بالعيد؟ فأنا مشغولة بعمل المأكل والمشرب، والجواري يساعدنني في ذلك. سيكون يوما جميلا، تعالوا معنا، فسوف يحضره الملك النمرود والأوريغالو، وسيكون يوما عظيما يشغل الناس فرح ومأكل ومشرب واحتفالات. ومن الغريب أن إبراهيم قد وافق أمه على الحضور في ذلك اليوم، مما أثار دهشة زوجته سارة، حيث أمرها أن تهيئ لوطا وتجهزه حتى يشهد ذلك اليوم ويلبي دعوة أم إبراهيم. هيا إلى التماثيل، إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح. هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس.
بل آلهتي أنا الأفضل، إنها من صنع آزر. هيا هيا إلى المعجزات، هيا إلى الكرامات. هاتي هذا الإله، أعتقد أنه سينفعني. فماذا يأكل؟ يأكل الزبد والسمن والعسل، والنبيذ يشربه ليل نهار. آه لو صدق هذا الإله وأعاد لي زوجتي. يا رجل لا تقل هذا، فالآلهة لا تكذب وزوجتك هي الكاذبة. صدقوا الآلهة، صدقوا الآلهة قبل أن تغضب عليكم. هيا معي الآلهة، فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ للهو واللعب. هيا ماذا يأكل مردوخ إله الآلهة؟ إنه يعشق اللحم ويشرب الخمر بكثرة. في المرة القادمة سآتيه بلحوم طازجة. لكن إبراهيم عليه السلام لم يحطم الأصنام إلا بعد محاولات كثيرة لإقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعبادة الأصنام من دون الله تعالى. صدقت يا سعد، وهذه نقطة لم يلتفت إليها كثير من الناس، أن إبراهيم كان حليما وأواها وصبورا، ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم إلى توحيد الله. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلقد نصحهم وأرشدهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى يا بني. وهذه آيات تدل على أن إبراهيم لم ييأس، بل حاول كثيرا قبل أن يكسر أصنامهم. العطرة يا مولاي. زيدوني ذهبا فوق جسدي، زيدوني لأتزين به. هيا 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 مولاي. بل الذهب هو الذي سيتزين بك يا مولاي. إنه يوم زينتي يا وزير، أليس كذلك؟ العالم كله ينتظرك يا مولاي، يا إلهنا العظيم.
يا حبيبتي، كم من فتاة تزوجت واستمر زواجها سنين بلا إنجاب إلى أن أنجبت، فهوني عليك. وها هو لوط قد ملأ عليكم الأيام سعادة وهناء. هيا هيا استعدي للاحتفالات، هيا هيا يا سارة. هل أمي إلي يا جارية؟ سمعا وطاعة يا سيدتي. سوف يأتي إبراهيم ولدي، وسوف تأتي معه سارة ولوط، ليكون يوما مشهودا. أتألم كثيرا، فسيدتي سارة لم تنجب حتى الآن. شت، اصمتي، لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم ولدي. هيا جهزي معي الطعام، هيا. نمرح ونفرح في ظل حماية الآلهة. أكملوا فرحكم وطبلكم، وأكملوا الغناء والرقص والمرح. الملك النمرود ملك الدنيا يبعث لكم بالطعام والشراب، كلوا واشربوا وازدادوا لهوا ولعبا. أنا أمهر صانع تماثيل وآلهة، أريد أن أصنع تمثالا للملك. تعال هنا، أتريد أن تشبه النمرود وتصنع له تمثالا؟ لا 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 لا، إنه أعلى وأقوى. تعال إلى السجن والعذاب الأليم. لا، اتركوني اتركوني اتركوني. هيا ماذا لو ذهبنا معه؟ إذن لكان مكاننا السجن والتعذيب. لقد تدخلت الآلهة لتحمينا من بطش النمرود وجنوده. فضل الأصنام علينا كبير. واستعد الجميع للذهاب للاحتفال، وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة. فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه: إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم. وعندما رحل الجميع قال إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وسمعه بعض المارة وغضبوا مما سمعوا. وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة. ذهب والناس في غفلة، في احتفالات ولهو ولعب. ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل، وأن الحق آت لا محالة.
يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خطك مناسكنا يلي بنيت البيت، سلمت سلمنا لبيك رب البيت، وردنا قبلتنا قبل الرسل بسنين، وجهت امتنا ليها بيوم الدين، يلي خليلك رب حكيم لما انت سلم الأمر يلي خليل.